وصوله العاصمة أنجمنة للمشاركة في حفل تأبين المشير إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية الرئيس الغيني البروفيسور ألفا كوندي، جاء لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد والشعب التشادي. وقد استقبله نجلاء الرئيس الراحل عبد الكريم إدريس ديبيتنو وزكريا إدريس ديبيتنو، وبملامح حزينة قدم تعازيه لأسرة الفقيد مقدما لهم بعض التوصيات وداعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وحسن العزاء. عقب تقديم العزاء قال ألفا كوندي: تعلمون أن علاقتي مع الرئيس إدريس ديبيتنو والذي يمكن أن أسميه قائد القوات الإفريقية، وأن فقده يمثل خسارة ليس لتشاد وحدها بل لعموم إفريقيا. وقد قدم الراحل أعمالا جليلة للقارة، لذا جئت أقدم العزاء لأسرته وسأظل واقفا بجانبهم بإذن الله، ونسأل الله أن يساعدنا ويساعد تشاد في تحقيق السلام، وهذا ما نتمناه. والراحل تربطنا معه علاقة حميمة، وفقده كان فاجعة بالنسبة لنا جميعا. الرئيس ألفا كوندي يشارك الأسرة التشادية هذا الحزن العميق، ويقف غدا إلى جانب الرؤساء المشاركين في تأبين المشير إدريس ديبيتنو.